بداية طبعا احنا بنتضامن مع الفنان شريف الدسوقي في الأزمة اللي بيمر بيها، وإن إن شاء الله تكون دي مرحلة تعدي ويبدأ مرحلة أفضل ليه. فيما يخص الدعوة، طبعا تواصلت مع أستاذ شريف زلط بشأن الدعوة وإيه وجهة نظره فيها، وطبعا كان بادر على طول إنه قال لأ طبعا لازم هتنازل عنها فورا. بالعكس، إن هو قال إن هو ممكن يقدم أي دعم هيحتاجه الفنان شريف الدسوقي مستقبلا، وهو هيكون تحت أمره في أي حاجة ممكن هيطلبها منه بشكل مباشر. تمام، وبناء على الكلام دوت اتوجه الصبح المحامي من المكتب وأقر بالتنازل والتصالح في القضية بسبب الظروف اللي بيمر بيها دلوقتي أستاذ شريف الدسوقي. الدعوة النهاردة راح محامي من المكتب، ومحدش حضر طبعا وكيل عن أستاذ شريف الدسوقي، وتم إثبات التنازل في محضر الجلسة، وأقرينا إن احنا تنازلنا دوت بشأن الظروف الصحية والمحنة اللي بيتعرض ليها الفنان، ودوت طبعا ثبت في محضر الجلسة وتم حفظ أوراق القضية النهاردة في جلسة اليوم. هو ده أمر إنساني بحت، يعني هو أي حد هيجي في موقف بيتعرض ليه الفنان شريف الدسوقي، أي حد هيكون ليه رد فعل إيجابي طبعا. يعني إذا كان أصلا وإحنا بنتكلم النهاردة وإحنا على طرف آخر، أو إن إحنا كنا خصوم، أو كان في أصلا خلاف في الرأي أو خلاف في كلام معين أو طريقة كلام معينة كنا رافضينها، مجرد ما اتعرض هو لأمر زي دوت ودي اختبار من ربنا ليه، شيء طبيعي إن أي حد، يعني كان الأمر لاقى استحسان من هيئة المفوضين، لأن دور المحكمة الاقتصادية في المرحلة اللي قبل رفع القضية بتبقى دايما هي مرحلة وساطة، أو مرحلة إن احنا بنشوف بنقرب وجهات النظر في المحكمة الاقتصادية للتصالح بين الطرفين. فشيء طبيعي إن يعني رد فعل، أكيد في الأول والآخر القاضي هو إنسان، يعني بغض النظر إيه اللي حصل في ردة الفعل أو الكلام ده، لكن أنا بتكلم إن كلنا لما بنيجي بنتعرض لموقف ممكن يكون في محنة بيبقى التصرف الإيجابي بيفرق مع أي حد. كنتش حابب إن احنا نتكلم على خلاف عامة، لأن يعتبر الموضوع انتهى إنسانيا، بس بإيجاز. يعني قصة كلها باختصار إن احنا عندنا في ممثل الأستاذ شريف الدسوقي لما يجي يشتغل في المسلسل ميت وش، اتفق على أجر ما قيمة معينة اكس، الاكس ده هو خده. لما يجي النهاردة المسؤول عن سداد الدفعات او سداد الفلوس هو استاذ شريف زلط بحكم منصبه في شركة العدل جروب. اجي انا بعد كده بعد ما يعدي الامر والامور خلاص انا خدت كل اجري، وبعد ما خدت الاجر جيت اقول لا انا ما خدتش الفلوس كاملة، وانا ليا فلوس وانا مستحقاتي مش هسيبها، ويعني مش عايزين ندخل في التفصيلات، يعني ده سبب الدعوة. تمام، احنا رفعنا الدعوة مش لغرض او مش لغرض اي شيء، يعني حتى كان في نية استاذ شريف مش الوصول قيم تعويضية، لا انا قدمنا كل المستندات الخاصة بالفلوس. انت كنت متفق على رقم معين قيمته كذا، قيمته دي ثابته بموجب ايصالات استلام نقدية هي بذات القيمة، العكس ده كمان في قيمة ازيد شوية من العقد ممضي عليها وثابته كل المستحقات المالية اتاخدت. فكان الغرض براءة ذمة استاذ شريف زلط، وكنا احنا بالعكس يعني كنا من اول يوم احنا رافعينها. هو لو كان استاذ شريف الدسوقي كان توجه للمحكمة هو او وكيله واطلع على الورق واقر بيها والموضوع كان هيخلص. اللي عجل بالامر ان احنا خلاص يعني الموضوع عفى الله ما سلف، الموضوع انتهى تماما طبعا، يعني ده صح ده ما فيهوش نقاش ولا كلام. وبقول لحضرتك ده مش وليدة لحظة، يعني مش وليدة لحظة او عشان تاني يوم، لا لو كنا لسه بعد شهر ولا بعد شهرين جلسته كان هيبقى ده نفس القرار.